واحدة أو واحد من الإخوان بيسأل شو علاج القلق والاكتئاب اللي إحنا فيه؟ السفر. سافروا. أختي أو أخوي، الناس كلها نفس الطريقة. إحنا إذا ما خففنا عن بعض، لا في سفر ولا في روحة ولا في جية، والناس مش عارف شو الغموض اللي حاصل لقدام. وتفائلت الناس إنه ينطفي هالكورونا رطل عنا سلالة جديدة. الناس كلها، ففي باب واحد، الاكتئاب مش جسد، الاكتئاب روح مش جسد. الكآبة متعلقة بالروح وليست متعلقة بالجسد. زي لما أكون أنا جوعان وتروح تجيب لي كاسة عصير، حبيبي كاسة عصير كويسة بس أنا جوعان بدي رغيف خبز، أو أكون عطشان تروح جيب لي منسف، المنسف منيح بس العطشان دواء مي. الكآبة متعلقة بالروح، التعب متعلق بالجسد. الكآبة روح والتعب جسد. فهو عنده كآبة يعني عنده شيء بالروح، شو بيعمل؟ بيروح بيسوي أشياء للجسد، بيجيب شوال بزر وبقصقصه، بيصير يتفرج أفلام. مش هذا المطلوب، أنت مطلوب منك شيء يتعلق بروحك. الكآبة عطش في الروح. الروح شو برويها؟ أها، شو بروي الروح؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أنت عشان شيخ بتقولنا هيك، مش عشان شيخ. الكآبة أمر متعلق بالأرواح، غذاء الروح مختلف عن غذاء الجسد. غذاء الجسد أكل وشرب، ولذلك جعل الله عز وجل للجسد طريقان الغذاء، وجعل الله للروح طريقان الغذاء. فجعل طريق الغذاء للجسد الفم والأنف، غذاء الجسد فم وأنف، وغذاء الروح سمع وبصر. فالسمع والبصر بغذن الروح، والفم والأنف بغذن الجسد. اليوم أكلت رغيف سندويش فاسد، قاصد أو مش قاصد جسدك رح يتضرر، رح يصير معك مغص بالبطن. لما تشم ريحة طيبة يا سلام، شو بتعمل هيد؟ يا سلام، شو يعني ايش بتعبر؟ الروح انتعشت ففتحت ايديك. لما تشوف منظر حلو، الله ما اجمل الكعبة، يا سلام شو اللي صار عندك؟ طب ليش غمضت؟ الروح قاعدة تغذى. فللروح طريقان للتغذية، السمع والبصر، وللجسد طريقان للتغذية، الفم والأنف. لما بصير عندي اكتئاب بدي أغذي روحي. شو أغذي روحي؟ بأمرين، بشيء يدخل على الأنف، الروائح الطيبة اللي قال عنها الإمام الشافعي: من حسن ريحه زاد عقله. وبدي أغذيها بالسمع، أشياء إيجابية، ذكر، قرآن، أشياء إيجابية تدخل في جسدي فبتغذي الروح. أما لو جبت مش شوال بزر، لو جبت محمصة وفصفصتها ما راح يزبط معك، لأنه تقاعد بتغذي الجسد مش بتغذي الروح. أي نعم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة كان يصعد في الجبال حتى ينظر ويصفي سمعه، مشان يطلع من بيئة الكفر واللات والعزة ومش عارف الخرابيط والسوشال ميديا وتويتر والفيسبوك والكلام هذا كله يطلع منه. يطلع منه وين يروح؟ يروح يقعد في مكان لحاله يخلو، عشان يصفي روحه ويمتع نظره. لأنه لما بتعلى منزلتك بتني عندك نظرة شمولية، وكلما ازداد علو منزلتك ازدادت شموليتك، وكلما ازدادت الشمولية تزيد فيك الرحمة. فكان يطلع رؤوس الجبال، ولا هو الله موجود سبحانه وتعالى، سواء كنت على راس جبل أو كنت بوادي الله شايفك وسامعك. هذا كله عشان تعالج اكتئابك. خلاص الموضوع، متع سمعك ومتع بصرك بشيء طيب.